أيضا ينفرد الإنسان لأنه مكرم، لأنه هذه الميزات السابقة، إن الله سخر له كل ما في السماوات والأرض. ماذا يعني هنا التسخير؟ التسخير يعني أن القوانين المتحكمة بهذا الوجود، يعني بعالم الإمكان، هذه القوانين كلها متاحة لأن يستثمرها الإنسان ويوظفها من أجل أن تكون حياته أجمل، حياته أسعد. وإن كان مع الأسف الشديد هذه الإمكانات التي وهبها الله للإنسان وسخرها تستغل وتستثمر استغلالاً شنيعاً، كما تمارس ذلك الرأسمالية المتوحشة عندما لا تفكر بالضحايا في هذه البلاد الفقيرة المسحوقة في آسيا في أفريقيا. فيستغل الإنسان مع الأسف هنا هذه القوانين وهذه الثروات التي أتاحها الله بشكل سيء. طبعا ولا شك أن هناك تسخير إيجابي فاعل مهم، وهو الذي صنع كل هذه الحضارات وكل هذا التقدم اللي حقق الإنسان.